النهارده بيشرفنا ان يكون معانا الباشمهندس مجدي فؤاد، طبعا غني عن التعريف وكلكم تقريبا عارفينه كلكم. هيكلمنا النهارده عن موضوع حلو قوي، يعني اسمه صيد السمك الكثير. صيد السمك الكثير، تعالوا نتابع معانا ونعرف هل احنا ممكن نصطاد سمك كتير ولا لا؟ هل في ناس اصطادت كتير؟ اكيد طبعا هنعرف النهارده الكلام ده. اشوقكم لكلمتين. اتفضل يا باشمهندس. الشباب والابن والروح القدس لان واحد امين. من الجيل معلمنا القديس له اصحاح 5 بركات على جميع الامين. وإذ كان الجميع يزدحم عليه ليستمع كلمة الله، كان واقفا عند بحيرة جنيسار ورأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك. فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبك. ولما فعل ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدونهم، فأتوا ومروا سفينتين حتى أخذت في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: اخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. إذ اعترضه جميع الذين معه بهشة على صيد السمك الذي أخذوه. وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبد اللذان كانا شركي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون تصطاد ناس. ولما جاءوا بسفينته البر تركوا كل شيء وتبعوه. لإلهنا كل المجد دائما أبديا. ملخص الكلام اللي قلناه بسرعة كده، الرسل قاعد يصطادوا طول الليل ما صادوش حاجة. جاء السيد المسيح قال لهم ادخل إلى العمق. فبطرس قال له: يا سيد، ظللنا كل الليل كله ولم نصطاد إيه؟ شبك، ولكن ألقي الشبك. دخلوا صادوا سمك كتير حتى كادت الشباك تتخرق. وبعدين بعد ما بطرس شاف هذا المنظر سجد للمسيح قال: اخرج يا رب من سفينتي فانني رجل ايه؟ تعالوا. فراح مش قال: لا تعالى بقى نشغلك وظيفه تانيه، اجعلك صياد ايه؟ احنا لنا اربع تأملات في هذا الفصل من الانجيل المقدس. اول تأمل منع، عارفين يعني ايه منع. ثالث حاجة منح الصيد الكتير. نمرة ثلاثة اللي ادخل الى الايه؟ اربعة تعالى صياد ايه؟ اول تأمل منع. تأمل اولا المسيح يمنع حاجات كتيرة عن الرسل
منع صيد السمك بالرغم من الناحية القانونية ومن الناحية الخبراتية، وبطرس بقاله عشرات السنين ما يصيدش إلا على إيه؟ على الجرف والليل. فكل ما شاف يخش العمق ده ضد الطبيعة وضد الخبرة بتاع السمك. الله منع السمك عشان بعد كده يمنح إن هم يؤمنوا إن هو الله أصلها في الجسد، وقال لهم بعد كده تعالوا نجعلكم صياد إيه؟ بس. ممكن في المنع ده نتكلم حاجات كتيرة. ممكن الله يمنع الصحة عن واحد يبقى إيه؟ عيان. ليه؟ لخير، مع إن الصحة حاجة حلوة. يعني فيش كده حكيتها لكم من عدة سنوات. في واحد راح لأستاذنا الله ينيح نفسه أبونا بطرس جيد. القصة دي سمعتها من لكم شخصياً سنة 75. شوف قالها كم سنة دلوقتي؟ 40-41 سنة. واحد في الاعتراف قال له أبونا بفضلك تعالى صلي لي في البيت. قال له يا حبيبي؟ قال له ولاد الاثنين معذبيني في العيل. مفيش واحد منهم ما بيعيش كل شهر. فسألوا سؤال عجيب أوي. قال له يا ترى بتدفع عشور؟ قال له ايش دخل العشور في العيا؟ قال له سؤال وجاوب على قد. قال له ما ادفعش. كان مرتبه بقى من 40 سنه 30 جنيه، كلكم عارفين الايام اللي فاتت دي. ده كان واحد يتعين ب 12 جنيه مهم. مهم. بتعملوا ابحاث عن مرتب في ذاك الوقت؟ هي كانت كده. فبعدين قال له يا ابني، قال له عشان ال 30 كام؟ 3 جنيه. قال له روح ادفع 3 جنيه بعد شهرين تعالى لي. شوف 3 جنيه حاجه فرقت. راح دفع الراجل ال 3 جنيه بعد شهرين، راح لابوه. قال له الحق الحق اخر حاجه يا ابني. قال له يا ابونا اسم الصليب ولا عيل من عيال الاثنين. طيب اول حاجه ايه؟ المنع تحول الى منح. العيال خف. نمرة اثنين، مرتبي الحكومة نزلت إصلاح وظيفي، مرتبي زاد من 30 بقى 60. الحلو دي نمرة اثنين منح. نمرة ثلاثة، أول مرة أشوف الابتسامة على وش مراتي من 9 سنين. وعيال بقوا تعبانين وفي الوزة والإساءة والحاجات دي كلها منح. الله يمنع لكي إيه؟ يمنع. العمق. بس خدوا بالكم قبل العمق والمنح لازم يخش العمق. يعني هو منح. الراجل ده راح نزل العشور ودفع 3 جنيه. بس العمق. اما العمق بقى دي الشيء لي وليك وكل واحد. العمق في حاجات كتير احنا مقصرين فيها. يعني مثلا اقول لكم كذا حاجه. في صلواتنا، هل فعلا احنا زي ما قال معلمنا دول 7 مرات سبحتك على احكام عدلك؟ القديس الانبا كراس كان بيصوم كل 60 يوم، يقعد 60 يوم من درجه كان المسيح مع الاكل. فمنح المسيح له المجد كان بيظهر له شخصيا يوميا، سواء بقى المسيح يظهر لواحد يقول له كفاك تعبا يا كراس. قال لي يا سيدي ازاي اتعب وانت اللي نزلت من علو مجدك وفادتني وغفرت لي خطيئتي بدمك، فهل انا اتعب زي ما انت تعبت؟ وهكذا شبع المسيح وذهب الى اقداس السماوات. منع الاكل في الصيام لدرجه ان المسيح ظهر شخصيا. واحنا في المنع بقى، لو اتكلمنا في المنع بقى، ناس ما تقدرش تصوم الساعة 10 11 عشان كوباية الشاي، ولا علشان ولا علشان ولا علشان. حاول باستمرار بإرشاد مع أهل احترافك تتدرج في الصوم 10 11 12 أو الآن فكر 60 يوم. في الصلاة القديس الآن بأرسل له معلم أولاد الملوك، كان يقف ناحية الشرق والشمس بتغرب في ظهره، وفجأة طلع الشمس ظهرت فين؟
عارف كلمة فجأة يعني ايه قاعد يصلي 12 ساعة ولما طلعت يا مبروكة كنت شلتني 12 ساعة ولما يا مبروكة تلحق بسرعة ليه؟ واحنا بقى لو اتكلمنا في الصلاة بقى حاجة صعبة. المنامين اللي بنتكلم عنها دلوقتي بأمانة كده كم واحد مصلي المنامين باكر والثالثة والستة والتاسعة والغروب واليوم ونصف الليل؟ ده مش كده، ده احيانا اداء الاعتراف عشان يسهل على المؤمنين. قولوا في بعض رايك مضبوط، اقرا لك مزمورين، اقرا لك ثلاثه. كل سنه في حكايه حصلت مع احد الشمامسه اعرفه في احدى الكنائس. برضه القصه دي من 30 سنه. كان يصلي صلاه بكر مع مضمون التالتة والستة والتسعة يعني فاض وقت ما فاتش وقت يخش على الغروب مزمور وخلاص والنبي يصليها ما يصليهاش ومش وشكت مش الناس يعني المفروض براجل ايه؟ منتظر وملتزم. وبعدين ابنه كان زمان السماوية العامة دي في حاجة اسمها السماوية العامة بالانجليزي اسمها جي سي اي، ممكن الواحد يطلع من اولى ثانوي يخش جي سي اي ولو نجح فيها يخش الجامعه. الولد دخل الجي سي اي دي وبعدين اول هم امتحنوا تربيه بقى. الترم الاولاني لو ما عجبكش منهم بتحسن فين؟ فالولد ابنه جاب 60% وذاك الوقت ما كانش يجيب حاجه 60%. دخل الترم الثاني وخد وعده بينه وبين ربنا. قال يا رب انا مقصر في حقك كتير، وابتدى يصلي المزامير 18 مزمور في باكر و12 مزمور في كل ساعه وصلاه نص الليل وفضل يصلي. الواد هو بيمتحن الجي سي اي في الخمس مواد وهو قاعد بره عمال يقول ايه؟ المزامير. وفعلا الولد جاب مجموع كويس 85% ودخل كليه من كليات وهي يقولون هذا الشاغل بيشتغل في المزامير كما يقول سيدنا البابا الشوطة نفسه احفظوا المزامير تحفظ الايه؟ وانا يعني بقول لكم صدقوني المزامير الانسان اللي بيحافظ عليها بتحميه. في قصه عن المزامير كمان اذكر كان معانا عقيد شرطه بيدرس معانا في الكليريكيه سنه 75 وبيحكي لنا هذا الاختبار. ست مسيحية ساكنة فوقيه وهي تمشي الغسيل من غير ما تعصره، يعني الغسيل ينزل على ايه؟ على حضرة عقيد المأمور ايش؟ عقيد شرطة. عمال يقول لنا انا لو بعت لها من شرطة اخليها كعب داير على مستوى القاهرة. فوقف يصلي هو ومراته بيقابلنا زميل. قال يا رب ما تجعلنيش احتك بالستة دي وحل المشكلة دي عندك. وقعد يصلي المزامير مش عاوز استخدم سلطاتي عشان اشيل العاده الرديء في هذه السيده. وبعدين جت بعد كده الست دي وهو داخل فجاه لقي الغسيل المجنون قايل في نار. رجع طلع الجري هو ومراته خبطوا عليها بسرعه بسرعه الحي الغسيل بتاعك في نار ومجنون ازاي ما اعرفش. راحت موقفين النار معاها وفي الاخر قلت له انا اسف يا سياده العقيد انا ما كنتش اعرف انك انت قلبك ابيض من جواك للدرجه دي، يعني انا تعمدت احط الغسيل مجنون عشان اعرفك وانت تيجي اللي اتصل معايا النار. شوف قد ايه الغسيل يعني اشتغل نتيجه حفظ المزامير. لذلك يا جماعه حاولوا مش برضه تخشوا الى الايه؟ قمت بتاخد النحل الست تغير طباعها والراجل طلب من ربنا ما يستخدمش سلطانه الامني والعمليه مشيت الى العمق. ايضا لو تلاحظوا ممكن ربنا يمنح ويمنع، يمنع ازاي؟ ممكن يجيب شرطه كله وقلم احنا عايشين في سلام، ولكن ممكن يمنع السلام عنه وعنك وعنك، صح ولا مش صح؟
تدينا تجربة. الخمس المشاكل دي كان معظم البيت عايشة في رعب، صح ولا مش صح؟ ولكن ربنا شال هذا الرعب بس نتيجة ايه؟ الصلوات الحارة التي كانت تطلع من كل بيت مسيحي وغير مسيحي. كانت حالة صعبة قوي. شوفوا قد ايه الانسان عندما يمنع عن الله حاجة كل الاشياء تعمل للذين يحبون الله. اذكر في خادمة في هذه الكنيسة، والبعض منكم نعرفها كويس قوي، وخادم، هتكلم عن الخادم والخادمة. الخادم كان أستاذ ألحان، كان ممتاز جدا في صلواته وردته الكنسية، يعني راجل مش محتاج حاجة بسيطة، كان مشتغل في شركة استثمارية مرتبه كان من حدود 15-20 ألف جنيه في الشهر. فصل من مرتبه من الشركة صفة أعماله، طلع بلاد بره وتخصصه مطلوب جدا، يطلع بره أن يلقى شركة عاوزاه مفيش. ما سمع عنه بعد أن أسقف في الخارج، قال له بتيجي تسيب ناس أحسن. قال له إيه على إيدكم؟ وفعلا جه مصر وقابل سيدنا البابا ورسم كاهن، والنهارده كاهن في كندا، وظن البعض منكم يعرف هذا الشماس اللي اصبح كاهن. منع لكن عشان يمنحوا ناس تصطاد ناس باسم المسيح. ايضا العمق في حاجات كتيره جدا يا احباء. ممكن العمق ربنا يسمح بضيق مادي، العرس يقول يا رب الناس الاشرار عمالين يكسبوا واحنا مش طالبين حاجه. اقول لك استنى خش العمق. يعني اذكر كنت بخدم في احدى كنائس المعادي، وبعدين كان زمان ما فيش مكان، كان حاجه اسمها ناظر الكنيسه. فناظر الكنيسه تاجر من باب اللوم وخسر في السنه دي 10,000 جنيه، خساره ماديه. فاحد سأل يقول لي مقدس انت خسرت 10,000 جنيه ليه؟ ما بتدفعش عشورك؟ فسمع ان صوت ربنا جاله، قال له يعني ايه العشور؟ قال له لا ده الكتاب المقدس بيقول هاتوا جميع العشور وايه؟ الخزانه كنت لا افتح كره السماء حتى تقول ايه؟ كفانا كفانا. قال له لا ما بدفعش. فراح عشور ال 10,000 دفع 10. تاني سنه كسب 100,000. يعني العشر يا بالكلام. طيب ثالث سنة قال لك الله ده ربنا كل اللي بيديله يديه ما تقطرش عليه. ثالث سنة كسب 800,000 لأن دفع التلت، وإلا ربنا هذا مش بيدفع العشور بيدفع إيه؟ التلت. ربنا منح عشان يمنح. خليكم كرماء مع ربنا علشان لا يجربنا في الصحة ولا يجربنا في المال ولا جربنا في المشاكل ولا جربنا في أي شيء. أيضا نخش النقطة الرابعة والأخيرة هي إيه؟ ها؟ صياد ناس. مين يصدق النهارده بطرس وعيوب وحنا ما حدش عرفه؟ وهكذا كان بطرس وعيوب وحنا من علماء وعظماء وأعلام الكنيسة. نتيجة واحد صياد سمك أصبح بقى صياد ناس. وأقول لكم حكايتين على صياد الناس دي. الحاجة الأولانية حصلت معايا شخصياً برضه من 30 سنة. كان عندي خدمة في كنيسة العذراء الأمرية، وبعدين كنيسة العذراء الأمرية في ذاك الوقت كانت الشوارع مش متسفلتة، كانت عبارة عن إيه؟ تراب. وأنا كان عندي خدمة كان في شهر أكتوبر، والمطر فضل شغال من الساعة 5 صباحا ل5 مساء. لا اتوبيس يقدر يروح لغاية هناك ولا تاكسي. من حتة التليفون اعتقد ان الاجر كام؟ مش كام. انا صراحة ما احبش اعتذر على اي خدمة الا في حاجتين اتنين، يا عيان بقت في السرير مش قادر اقوم، يا اما عندي ظروف قهرية بدفن احد الاقارب ميت وانا المسؤول عن هذا الميت. غير كده لا. فبعدين
قلت طب ما ايه اسند على نفسي وعندي العربيه صغيره كده. فضلت اسند المشوار اللي باخده ربع ساعه خدته في ساعه ونص، وانا خايف اروح يا انا اتزحلق يا العربيه تغرس يبقى العمليه لا رحت ولا جيت وشغلانه. المهم رحت الكنيسه ما صدقوش ليه، الكنيسه نصها مليان، وكان طلبه في كليه الاداب اسره جماعيه، وكان الموضوع عن استحاله تحريف الكتاب المقدس. فبعدين حتى تعلمت منه حاجه عجيبه قوي، عشان ارض هناك تضيق لقيت كل واحد واحده لابسين كيس نايلون وبلاستيك عشان يمشي في قلب الطين، لا الجزمه تتوسخ ولا الشراب تتوسخ ولا البنطلون يتوسخ. تعلمت منه حاجه يعني، بس دلوقتي في الشارع بسفلته. فقلت موضوع عن استحاله تحريف الكتاب المقدس. المهم بعد هذا الموضوع بيت ولد في صف الاداب خدنا على جنب كده، بقول له نعم يا حبيبي، قال لي بصراحه انا بقالي سنتين بشك في الكتاب المقدس. قلت له بعدين؟ قال لي الاسبوع الجاي كنت رايح اغير اسمي والديانه في الشارع عقار، لكن انا النهارده وصفت في كتاب المقدس على الكلمه اللي قلت له. قال لي مين؟ انا ارتعشت من الكلام بتاعه ورشمت الصليب. قلت له انا ما انا، لكن قال لي ماليش دعوه، الكلمه اللي ربنا بعتها على لسانك ثبتني في الكتاب المقدس وانا غيرت الفكر اللي كانت فيه. كل واحد منكم مسؤول عن خلاص نفسه وعن خلاص بيته وعن خلاص الاخرين. بقى لينا غايه ايمانكم ايه؟ خلاص النفوس. قصه ثانيه عن صيد السمك الكثير. واحد شغال في امريكا وانا اعرفه، وشغال في شركه ومديره الشركه واحنا ست. فالست انتوا عارفين الجماعه الامريكان وبينهم ما فيش ربنا جواهم، ماشيين على ايه؟ ده معظيم. فطلب منه عيني عينك تفعل الخطيه معاه. هو راجل كان شماس ومتدين، رفض. فراح اتفصل في شغله. ادي انا. وبعدين وقف قدام ربنا كده، قال له يعني انا عشان اعيش في طهاره ونقاوه زي ما قلت تفصل في شغلي، طب انا اكل منين واشرب منين ومراتي وعيالي منين؟ بعد ثلاث ايام جات له وظيفه اربع اضعاف سن السمك الكتير. لو تعيش في طهاره ربنا يمنحك، تعيش في خطيه ربنا يمنع عنك. اخر قصه شبيهه بهذه القصه سمعتها من استاذنا ابونا قدر شعوب بلطي. كان كنيسه مراكش سبورتنج في اسكندريه، ومؤلف او مطلع حوالي 70 كتاب في تفسير الكتاب المقدس من اول التكوين لغايه الرؤيه. بل هو كان في امريكا قعد مده سنوات كثيره. فدي واحده مسيحيه بس ماشيه في حياه الخطيه. فجت لابونا كده قالت لي ابونا انا شايفك عندك سلام قلبي وابتسام على وشك. انا فقد هذا السلام القلبي وفقد هذه الابتسامه. ده انا اكل وشرب وملابس وعيش ده من عاوزه، وبغير صديقي كل ست اشهر. يعني الحته دي معناها ايه؟ يعني عايش كما تريد. اعمل ايه؟ حاسه ان في نور جوه بتكوني. واخيرا قال لها انت علشان تعيش مرتاحه ما فيش الا شخصيه واحده هي اللي تريحك. قرب من شخصيه الرب يسوع هو ايه؟ يعمل معاك العجب. وفعلا اول ما قربت اصبحت انسانه خليقه جديده. اخر قصه احكيها عن المنع والمنح، وحكايه قلت لكم من ثلاث سنين تقريبا وفكرتكم بيها. راقصه في الشارع الهرم المسيحيه، وهذه الراقصه للاسف الشديد ترقص ومعلقه الصليب. هي مش عارفه معلقه الصليب ليه، فاكراها ذهب وبتتزايد. اهلا في صليب محمد. واحد بعت جواب لابونا الكاهن، وانتم كلكم عارفين ابونا المتنيع يوسف اسعد. فبعدين قال له يا ابونا في واحده بتشيل الصليب، الحق.
أبونا وظيفته يفيد ناس. قبل ما روح عندها راح رفع الذبيحة، عاوز ياخد القوة الإلهية اللي هي في لسانه العمق. وبعدين دخل هنا البيت عندها فخبط، فتحته الخدامة، قعد في الصالون، فنزلت المرأة الراقصة بضحكة خليعة وملابس خليعة، وتقول أسيسي ماشي، مع أن الواجب تقول إيه؟ أبونا البيت أسيسي. هو تعمل كده هو يكشف إيه؟ فبعدين قال لها ممكن نقول أبانا الذي تتفضل. فبعدين وقف هو وهي يقولوا أبانا الذي، أنا بقول لكم طرق بسيطة لجذب النفوس البعيدة عن المسيح. فبعدين بعد ما خلص أبانا الذي قال لها ممكن آجي الأسبوع الجاي يا مدام، أنت تفضل يا بولا. يبقى كلمة أسيس تحولت إلى إيه؟ كلمة أبانا الذي دخلت كالسهم في قلب هذه الراقصة. تاني أسبوع راح البيت وفتح الآية اللي بتقول أنا اعترفنا بخطايانا فهو إيمان عال حتى يغفر لنا كل خطية. فبلش يقول إيه؟ قلت له أنا الأسبوع اللي جاي هجي لك الكنيسة. وقعدت معاه ساعات كثيرة وطلعت القديم بجيب عشرات السنين. وبعدين رمى أسبوع لفظه أنا عاوزاك في بيتي في حاجة مهمة. راح البيت لقيتها هو لقي هذه السيدة مجهزة شنطتين فيها مئات الألوف من البنيهات. قال لها لو أخذ جاية منين الفلوس دي؟ قال لي الشغل بتاعك. قال لها الكنيسة ترفض أي مبالغ أي من الطرق غير شرعية. ورفض. أنت عامل فيها إيه؟ قال لها تخلصي من أي طريقة. قلت تجربتك معايا يا بونا العربية. وفضلوا ماشيين عند نهر النيل وقالت له بإيدك المبروكة ارمي هذه الوقود في نهر النيل حتى أنسى ماضيا أليه. يا بقى اعترفت وتناولت أطباع خليجة بقت سن سنة. وأخيرا بعد الأسبوع الرابع تميزت هذه السيدة إلى السماء في الأسبوع الخامس. وقف أبونا الكاهن والصندوق أمام الهيكل وقال هذه السيدة قد سرقت الفردوس بالصندوق اليمين الذي قال اذكرني يا رب ما دقيت إيه. الله قادر يا أحبائي أن يمنع عنا كل شيء لا يمنع الخير عنا، يمنع لكي نمنح حتى نصل في بر وتقوى، حتى نصل معه في المجد الأبدي والعمق الأبدي. لإلهنا كل المجد دائما أبديا آمين.